في البيت وزوج أولاد أحفادي، كنت يعني كل يوم يعني أجل مجري طول نهار كامل وحنا نخدم سترس وتعب. درت في الغرفة مدة شهر والله العظيم من اليوم الثالث صراحة وكأني في عالم آخر. ريلاكس أكثر. يعني الصبح يعني أكون نشيطة وأشتغل في البيت ومع الأولاد ونقصت في الوزن. انقصت. حسيتي إنه صرتي خفيفة أكثر بالحركة؟ نعم خفيفة، خاصة لما تكوني جدة وتكوني أم. ما شاء الله عليكي. يعني في الشغل. لازم يعني. طيب هلا نحن مسافرين، هل استعمل هذا البرنامج سهل بالنسبة للسفر وهيك ولا صعب؟ لا سهل يعني صراحة احنا دايما نمشي بالنوادي، يعني دايما موجود عندك الشنطة. الله عليك. يعني تنصحي الجميع في استاذة نادية؟ خاصة النساء اللي من اللي في ديارهم اللي قاعدين يشتغلوا في الدار مع الأولاد، نفسيتهم ولا مع الأولاد ولا مع الأزواج، خاصة المرأة اللي ما تشتغلش يعني صراحة لازم نعالج في البيت. الله عليكي ما شاء الله عليكي.